الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهارده أول لقاء لينا في المراجعة العامة على منهج الدراسات الاجتماعية الخاص بالترم الأولاني. جايبين مع بعض النهارده امتحانين للجغرافيا، إن شاء الله نحاول نكون نراجع فيهم على أكبر قدر من محتوى المنهج. السؤال الأولاني معانا لازم يكون خريطة. جايب مع حضرتك النهارده خريطة لأستراليا. أول سؤال عندك في الخريطة بيقول أمامك خريطة قارة أستراليا، وضح ما تشير إليه الأرقام. رقم واحد خليج نقط، ده خليج كاربنتاريا، خليج كاربنتاريا. رقم اتنين نهر نقط، ده نهر ميري. عشان نفرق، ده اللي تحت ميري واللي فوق دارلينج، عشان لو سأل على ده أو على ده. اللي تحت ميري، ميري مش بالالف، مش ميري، ميري. والتاني اللي فوقه دارلينج. رقم ثلاثة اقليم مناخي، الاقليم المناخي ده اقليم مناخ بحر متوسط، اقليم مناخ بحر متوسط في جنوب غرب القارة. رقم اربعة الجبال، جبال الحاجز الكبير. ولو قلت جبال الألب الاسترالية برضو العبارة صحيحة، جبال الحاجز الكبير أو الألب الأسترالية، الاثنين صح. نيجي للسؤال الأولاني به، بما تفسر قلة السكان في سيبيريا. كلنا عارفين إن إقليم سيبيريا موجود في شمال قارة آسيا. قلة السكان في سيبيريا يرجع إلى شدة برودة المناخ أو برودة الجو، زي ما الكتاب قايلها برودة الجو. السؤال الثاني، بما تفسر تركز السكان في منطقة البحيرات العظمى في الولايات المتحدة الأمريكية. بتركز السكان في منطقة البحيرات العظمى لأنها منطقة ذات موارد اقتصادية ضخمة، لأنها منطقة ذات موارد اقتصادية ضخمة. السؤال الثالث، ضيق السهول الساحلية في غرب أمريكا الشمالية. ضيق السهول الساحلية في غرب أمريكا الشمالية ده راجع لاقتراب جبال روكي من ساحل المحيط الهادي، بسبب اقتراب جبال روكي من ساحل المحيط الهادي. السؤال الثاني، ما النتائج المترتبة على، السؤال الثاني ألف وبه برضه، ما النتائج المترتبة على كثرة التعاريج والجزر في سواحل أوروبا؟ اللي ترتب على كثرة التعاريج والجزر في سواحل أوروبا، اللي ترتب على كده سهولة إنشاء المواني الطبيعية، سهولة إنشاء المواني الطبيعية. السؤال الثاني، اللي ترتب على زيادة عدد السكان في قارة آسيا، ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في قارة آسيا؟ رقم واحد نقص الغذاء، رقم اثنين نقص نصيب الفرد من الدخل القومي، رقم ثلاثة حدوث هجرات غير شرعية. نقولهم تاني مع بعض، رقم واحد نقص الغذاء، نقص نصيب الفرد من الدخل القومي، حدوث أو وجود هجرات غير شرعية. السؤال الثالث، إيه اللي ترتب على ارتفاع فئة صغار السن في الدول النامية؟ ما النتائج المترتبة على ارتفاع فئة صغار السن في الدول النامية؟ اللي ترتب على كده تتحمل الدول ميزانية ضخمة لتوفير المأكل والملبس والمسكن والخدمات الصحية والتعليمية، لأن هذه الفئة فئة غير منتجة. نقول تاني، إيه اللي ترتب على ارتفاع فئة صغار السن في الدول النامية؟ تتكلف الدول النامية ميزانية ضخمة لتوفير المأكل والملبس والمسكن والخدمات الصحية والتعليمية، لأنها فئة غير منتجة. السؤال الثاني به، اكتب المصطلح الجغرافي اللي بتشير إليه العبارة. اكتب المصطلح الجغرافي، سلاسل جبلية تمتد في شمال غرب إفريقيا، سلسلة جبال أطلس. سلسلة جبلية موجودة في شمال غرب إفريقيا، سلسلة جبال أطلس. السؤال اللي بعده، قارة بتتكون من عدة جزر بين المحيط الهادي والهندي. القارة اللي عبارة عن مجموعة جزر ما بين المحيطين قارة استراليا. سؤال جيم،
دلل جغرافيا على صحة العبارة. يا أولاد، عشان اللي مش فاهم يعني إيه دلل أو أثبت صحة العبارة أو برهن على صحة العبارة، الثلاث أسئلة دول معناهم احكي لي شوية، احكي لي شوية. الإجابة ما تبقاش كلمة ولا كلمتين، دلل، عاوزك تحكي عن النقطة دي، دلل على، دلل جغرافيا أو دلل على صحة العبارة، اثبت صحة العبارة، برهن على صحة العبارة، معناهم واحد، احكي لي شوية. تتشابه تضاريس استراليا وتضاريس افريقيا. مظبوط مظبوط، العبارة ديت عبارة صحيحة لأن كلا منهما يسوده المظهر الهضبي، حيث يسود قارة افريقيا العديد من الهضاب. في الشمال هضبة افريقيا الشمالية، هضبة اثيوبيا، هضبة البحيرات الاستوائية، وهضبة افريقيا الجنوبية. وفي استراليا يسود معظم مساحة استراليا، أكثر من نصف مساحة القارة يسودها الهضبة الغربية. يبقى الاثنين متشابهين في المظهر الهضبي. السؤال الثاني، دلل جغرافيا على صحة العبارة، تتعدد السلالات البشرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إيه الدليل على كده؟ أقول له السلالات البشرية اللي موجودة داخل الولايات. رقم واحد، السلالة الزنجية. رقم اثنين، السلالة المغولية وتتمثل في الهنود الحمر وهم السكان الأصليين. رقم ثلاثة، السلالة القوقازية تتمثل في الأوروبيين. نقول تاني، تتعدد السلالات البشرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية بها خليط من أصول متعددة، ده نفس المعنى. جت قبل كده، دلل على صحة العبارة، يمثل سكان الولايات المتحدة الأمريكية خليط من أصول متعددة. الإجابة أكلمه عن السلالات اللي موجودة هناك، السلالة الزنجية، السلالة المغولية تتمثل في السكان الأصليين وهم الهنود الحمر، السلالة القوقازية تتمثل في الأوروبيين. آخر سؤال عندنا النهاردة في الامتحان الأولاني، تقترح إيه علشان تصبح قارة دول إفريقيا من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع؟ إيه مقترحاتك لكي تصبح دول إفريقيا من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع؟ الاتجاه نحو التصنيع بدلاً من تصدير المواد خام. نقول تاني، تقترح إيه عشان دول إفريقيا تصبح من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع؟ تصنيع المواد الخام بدلاً من تصديرها، أو الاتجاه نحو التصنيع. بكده يبقى راجعنا الجغرافيا في الامتحان الأولاني. جايبين كمان معانا امتحان تاني اهو، ده امتحان لمحافظة السنة اللي فاتت. بيسأل حضرتك نمرة واحد، أمامك خريطة صماء للعالم، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. رقم واحد، هضبة. بيسألك على اسم الهضبة دي، دي في الهند، دي هضبة الدكن، هضبة الدكن. رقم اتنين، نهر، ده نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية. رقم ثلاثة، إقليم مناخي. إقليم مناخي في رقم ثلاثة هنا في جنوب شرق أمريكا الشمالية، ده الإقليم المعتدل الدافي شرق القارات الصيني. كل ده اسمه المعتدل الدافي شرق القارات الصيني. رقم أربعة، سلالة بشرية في المكان ده في شرق آسيا، طبعا السلالة المغولية. السؤال الأولاني به، تأثرت اقتصاديات الدول بتوزيع الكثافة السكانية وتنوع الظواهر الطبيعية والبشرية. في ضوء العبارة دي بيحط لك عدة أسئلة ممكن ما يكونش لها أي صلة بالجملة. السؤال الأول بيقول، دلل على صحة العبارة، تتعدد السلالات البشرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والسؤال ده جاوبناه من شوية. السؤال الثاني، وضح العلاقة بين كل من التضاريس وتوزيع السكان في قارة استراليا. ايه العلاقة بين التضاريس وتوزيع السكان في استراليا؟ اقول له حيث يتركز السكان جنوب شرق القارة لوجود سهول فيضية، ويقل السكان في وسط وغرب القارة
لوجود السهول او الظروف الصحراويه، هي دي التضاريس. نقولها تاني، يتركز السكان في استراليا جنوب شرق القاره لوجود السهول الفيضيه بين قوسين سهول ميري ودارلينج، ويقل السكان او يندر السكان وسط وغرب استراليا، وده راجع للظروف الصحراويه. السهول الصحراويه هي دي التضاريس. يعني ما كلموش عن شمال استراليا، لا، شمال استراليا بيقل السكان لوجود الغابات الموسميه وحشائش السافانا، ودي مش تضاريس. هو عايز العلاقه بين التضاريس وتوزيع السكان. يعني كلموا عن سهول وصحاري بس، ما كلموش عن شمال استراليا، لان الشمال سبب ندره السكان غابات وحشائش سافانا مش تضاريس. السؤال اللي بعده، تقترح ايه علشان تصبح مصر دولة ذات دخل اقتصادي مرتفع؟ نفس إجابة السؤال اللي كان في الامتحان اللي فات، أن تتجه مصر نحو التصنيع بدلا من تصدير المواد خام. نفس الإجابة. سؤال جيم، ما المقصود بكل من الموقع الجغرافي؟ المقصود بالموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء، موقع المكان بالنسبة لليابس والماء المجاورين له. ما المقصود بحوض النهر؟ هو جميع الأراضي التي يجري فيها النهر وروافده وتنحدر مياه الأمطار إليه. تاني، حوض النهر هو جميع الأراضي التي يجري فيها النهر وروافده وتنحدر إليه مياه الأمطار. رقم ثلاثة، تعريف الهجرات غير الشرعية. الهجرة غير الشرعية هي الهجرات أو الانتقالات إلى دول أخرى بطرق غير قانونية، والهروب من سلطات الحدود، والإقامة بطرق غير شرعية داخل الدولة. تاني، الهجرة غير الشرعية هي الهجرة بطرق غير قانونية، والهروب من سلطات الحدود، والإقامة بطرق غير قانونية داخل الدولة. بعد كده جايب لي جدول بيقول لحضرتك إلى أي الأقسام التضاريسية بتنتمي الظواهر دي، وتحدد كمان اسم الدولة اللي موجود فيها الظاهرة. السؤال الأولاني في القسم ده، هضبة الميزيتا. الميزيتا قسمها هضبي، هكتب هنا هضاب، هعمل الجدول وأقول هضاب بس، تمام. والدولة أسبانيا، مظبوط. طيب اللي بعده، كالينشو سهل، عاوز اسم الدولة اللي موجود فيها الظاهرة. الدولة كالينشو في ليبيا، طبعا ده سهل صحراوي. الظاهرة الثالثة طوروس، طوروس جبال، هكتب تحتها على طول جبال، والدولة اللي موجودة فيها العراق وإيران، تمام كده. نيجي للسؤال الثاني، ألف، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. يقع البحر الكاريبي، البحر الكاريبي شمال قارة أمريكا الجنوبية. الإجابة أمريكا الجنوبية. كل الأقاليم المناخية التالية هي أقاليم معتدلة، كلها أقاليم معتدلة، ما عدا إقليم إيه في دول؟ إقليم مش إقليم معتدل. اللورانسي، اللورانسي معتدل بارد. الصيني، الصيني معتدل دافي. الإقليم المختلف هنا ومش تبع للأقاليم المعتدلة الموسمي، لأن القار البارد، القار البارد يتبع، القار البارد يتبع الأقاليم المعتدلة الباردة، الباردة يتبع الأقاليم الباردة. الموسمي الوحيد هو اللي مختلف لأنه يتبع الأقاليم المدارية. رقم ثلاثة، بينتمي سكان غرب ووسط أوروبا، غرب ووسط أوروبا بينتموا للمجموعة الألبية، غرب ووسط ألبية، الشمال نوردية. تاني، غرب ووسط أوروبا ألبية لكن شمال أوروبا نوردية. السؤال الرابع، يقل عدد السكان في المناطق الشمالية بأوروبا ومنها دولة
النرويج يقل السكان في شمال أوروبا ومنهم دولة النرويج. بعد كده بما تفسر ضيق السهول الساحلية في غرب أمريكا الجنوبية، نفس فكرة السؤال بتاع أمريكا الشمالية في الامتحان اللي فات، بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. في الامتحان اللي فات كانت جبال روكي، لأننا كنا بنتكلم على أمريكا الشمالية. في السؤال هنا أمريكا الجنوبية، يبقى نتكلم عن جبال الإنديز، لازم أذكر اسم الجبال، بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في إفريقيا، ليه بيرتفع معدل المواليد في إفريقيا؟ رقم واحد بسبب الفقر والأمية، رقم اتنين بسبب العادات والتقاليد الخاطئة مثل إنجاب أكبر عدد من الأبناء، رقم ثلاثة الاعتماد على الزراعة. نقولهم تاني، إيه اللي رفع معدل المواليد في قارة إفريقيا؟ العادات والتقاليد الخاطئة، الأمية والفقر، الاعتماد على الزراعة. رقم ثلاثة بما تفسر هجرة عدد كبير من الزنوج للأمريكتين. ليه في زنوج هجروا للأمريكتين؟ ده بيرجع إلى الهجرات الإجبارية اللي تعرض لها الزنوج في الماضي للعمل في المزارع الأوروبية اللي أنشأها الأوروبيين في الأمريكتين، مزارع القصب والقطن والتبغ. نقول تاني، إيه سبب هجرة عدد كبير من الزنوج؟ إيه سبب هجرة عدد كبير من الزنوج للأمريكتين؟ بسبب الهجرات الإجبارية اللي تعرض لها الزنوج في الماضي للعمل في مزارع القطن والقصب والتبغ التي أنشأها الأوروبيين. السؤال الرابع، بما تفسر تختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم من قارة إلى أخرى؟ ليه بتختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم؟ بسبب اختلاف النشاط الاقتصادي ومستوى دخل السكان. تاني، يختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم من قارة إلى أخرى بسبب اختلاف مستوى الدخل وتنوع الأنشطة الاقتصادية. السؤال الأخير في حلقة النهاردة، مقارنة. على فكرة يا أولاد، لن يخلو امتحان الترم من مقارنة. قارن بين الإقليم المناخ الاستوائي وإقليم مناخ بحر متوسط من حيث النبات الطبيعي. تاني، قارن ما بين الإقليمين، إقليم المناخ الاستوائي وإقليم مناخ بحر متوسط من حيث النبات الطبيعي. حاضر، النبات الطبيعي في المناخ الاستوائي غابات استوائية، بس غابات استوائية زي المطاط والمهوجني، أشجار ضخمة كثيفة متشابكة. طب والنبات الطبيعي في مناخ بحر متوسط؟ النبات الطبيعي غابات بحر متوسط، غابات بحر متوسط مثل أشجار الزيتون، وهي أشجار دائمة الخضرة. نمرة اتنين، حشائش الاستبس، ده النبات الطبيعي في الإقليمين. بكده أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، نكون رجعنا على أكبر قدر من منهج الجغرافيا، وإلى لقاء آخر لمراجعة منهج التاريخ إن شاء الله. كان معكم الأستاذ هاني الشنواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.